حيت الهدف كاين اللي ما غاتفهمتكش بالكمال. خاصنا اول حاجه نخرجوا عند واحد الناس اللي قدروا انهم يبغيو قدروا يبغيو قلناها في لا فورماسيون صافي اللي قدروا انهم يعجبو كلامنا قدروا ما يعجبوش كلامنا اللي قدروا يحبونا قدروا ما يحبوناش ولكن احنا في رده فعل كنحسوا الجميع عند الاداء مصمود. حنا الملاحي رئيسة جمعية بركة إدمان. اليوم في إطار الخرجات الليلية اللي كنشتغل عليها السنوية والحمد لله اللي عرفت واحد نجاح كبير يعني في النسخة ديالها الثالثة واللي هي كتحط على يعني التحسيس بمخاطر التشغيل ديال الأطفال خاصة في مجال ديال التسول اللي كيعرف أنه ارتفاع كبير خاصة يعني التزامن مع الفترة الصيفية. هذه بالنسبة اليوم هي النسخة الثالثة لأننا اشتغلنا في رأس السنة أيضا اشتغلنا تزامنا في شهر شعبان يعني في لأنه كيف ما كتعرف أنه شهر شعبان أيضا كيعرف واحد ارتفاع في ظاهرة التسول وكنشتغلوا عليها أيضا يعني في تنسيق مع مركز مواكبة وحماية الأطفال يعني في النسخة ديالها الثالثة في الفترة الصيفية. بالنسبة أيضا اليوم الاشتغال ديالنا بتأطير مؤسسة محمد الخامس وأيضا بشراكة مع بدعم مبادرة وطنية التربية البشرية وبشراكة مع وزارة الصحة وأيضا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبتنسيق مع جمعية السعادة للتجار ومهنيين ممر مولاي رشيد وتجار ساحة جمع الفنان اللي عطوا واحد يعني عطوا واحد تعاون كبير يعني لهذا البرنامج لأنه ساحة جمعنا هي واحد الساحة اللي هي عالمية واللي كتهمنا كاملين كمغاربة وكتهمنا كاملين عامة وكمراكشيين خاصة أن التسول كان عنده واحد دعامة يعني أساسية في الارتفاع نسبة ديال الهضرب الدراسي والقطاع الدراسي اللي كتعطي من أسباب رئيسية في الوقوع الإدمان. هذا الشيء علاش حنا كبركة إدمان كنشتغلوا كبرنامج استباقي تحسيسي باش هكذا يعني نحاولوا نجنبوا هاد الظاهرة هذه لأنه كتبقى يعني نعلموا وليداتنا عفة النفس واللي هي أهم حاجة اللي ممكن أنه يتربوا عليها واللي ربنا عليها ديننا الحنيف. شكرا جزيلا. محمد هيدا فهمي منسق مركز المواكبة لحماية الطفولة بمراكش تابع القطاع التعاون الوطني. يعني في إطار الانخراط التام للقطاع في مجال محاربة التسول يعني دأبت المنسقية الجهوية للتعاون الوطني جهة مراكش أسفي على الانخراط في مثل هذه الحملات التحسيسية اللي كشافوا عليها جمعيات المجتمع المدني الشريكة مع القطاع على اعتبار يعني الموقع الاستراتيجي اللي كتلعبوا المؤسسه وكذلك بالنظر المحوري لهذا الموضوع والاهميه ديالو خلال مخططات القطاع على اعتبار هذا التوجه الجديد وخلق مؤسسه الجيل الجديد بقطاع التعاون الوطني وتنفيذ الاستراتيجيه الجسر التمكين تنحاولوا ما امكن اننا نكونوا في الموقع ونكونوا في الميدان مواكبة بحال هذه الحملات اللي ما يمكن إلا تشجع في تنفيذ ويعني تحقيق الأهداف المستهدفة من طرف القطاع الوسط.